إذن أيوب، وحنا كنتكلموا اليوم على الطفل الصامت، الوليدات اللي تيكون عنده خجل أو لما تيقدرش يتواصل، الطفل الكتوم خاصة في المرحلة ديال المراهقة، شنو أبرز النصائح اليوم اللي نتقسموها مع الأباء والأمهات باش ما يبقاش عندنا هذا الطفل الصامت، وحتى لو كان تدخل ما يكونش تدخل عن طريق العنف، مالك شنو بيك، لا خرج، مالك سد عليك، هذه المصطلحات اللي كتزيد ربما كتوتر الأوضاع أكثر. نعم، بالنسبه للوليد ديالي كان في المرحله ديال الطفوله ولا في المرحله ديال المراهقه، ولدي صامت كتوم، ما كيبغيش يهضر، ولا وقع ليه واحد المشكل وما بقاش بغى يهضر، كان في واحد الشخصيه ولا في شخصيه اخرى. نشوف الاصل، ولدي الا كانت الشخصيه ديالو هي شخصيه ذاتيه، فعلا هو كيبغي في الاصل كيبغي يبقى بوحدو، كيبغي يعني يدير الواجبات المنزليه ديالو بوحدو، عارف شنو باغي شنو ما باغيش، فهادو من الصفات ديال الشخصيه الذاتيه، فقط يكون عنده هذاك الاطار وهذيك الخطوط الحمراء اللي قلنا. ضروري يا ولدي واخا عندك هذه الشخصيه، خاصك في الوجبات ديال الغداء، في الوجبات ديال العشاء تجلس معنا. ضروري يا ولدي ملي كتكون العائله كاينه خاصك تجلس معنا. ضروري يا ولدي، والحاجه الثالثه الاساسيه هما الجلسات ديال الحوار اللي كتكون بشكل يومي، حتى هي خاصك تكون معنا ولدي، ماشي ضروري خاصك تبقى النهار كامل انت في الغرفه ديالك، ديما خاصك تبقى بوحدك. ضروري باش يتعلم المهارات ديال التواصل وانه يكون اجتماعي خاصو يتحاور مع الناس، هذه حاجه رقم واحد. الحاجه رقم الثانيه، طبيعة الحال هذا الوليد الا كان عنده هذا المشكل، فالحل فين كيكون؟ كيكون انني خصني ندير معاه جلسه ديال الحوار بشكل اولي، في اطار انني نوطد العلاقه ديالي معاه ونفهمه. قد ما كانت العلاقه ديالي معاه وطيده وكانت مزيانه، قد ما هو غيفتح قلبه. ممكن نجبدوه تدريجيا، ماشي ضروري نقول ليه دعوه للحوار او اجتماع اجي نهضر معك، تدريجيا يعني بحيله معينه مثلا، شويه بشويه حتى كيلقى راسو مع الوالدين ديالو تيتكلم معاهم. نعم، انا دويت بصفه عامه ديال ان خاصها تكون جلسه، نقدر ما نقولش لي اجي جلسه، نقدر نقول ليه كان الولد ديالي مراهق، وهذا سؤال ديال الام اللي قالت انا ولدي مراهق كيفاش غادي نلعب معاه، نقدر نقول ليه يلا نمشيو لواحد البلاصه، وهذيك البلاصه كتعجبو بزاف، ولدي كيعجبو كره القدم، يلا نمشيو ونشوف واحد يعني واحد المباراه ديال كره القدم، فيها غنكون انا ولدي فين غنتحاور معاه. كان ولدي صغير نقول ليه اجي لعب معك واحد اللعبه يكونوا فيها الالوان، بها غندير حوار معاه. ما كانش عنده الشخصيه الذاتيه وما كانش هذا الاشكال، وقع لي واحد يعني 180 درجه ولدي تغير فجاه. هنا في الحين خصني نجلس معاه ونقول ليه اشنو وقع، راه بغيت نعاونك، راه شتك ولدي انت ماشي هو هذاك، وبطبيعه الحال ولدك ملي كينعزل كيولي كتوم. نعم. دليل على ان المشكل كبير عليه، خصني ندخل في الحين ان شاء الله باش نحل. شكرا ايوب، تبارك الله عليك. نعم. شكرا على النصائح اليوم. كل الاباء والامهات، الحوار والتواصل مع الوليدات وبين الزوجين ايضا هو مهم ومهم جدا في التربيه.